مساء الخير مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية. معانا قصة مأساوية لشاب شرقاوي بيستغيث بأمن الشرقية من طبعا البطش اللي بيتعرض له من حماوي عديله اللي صفوا له عينه في بداية العام الجاري، بسبب ان هم بيفرضوا عليه ان هم او يجبروه ان هم ان هو يدفع لهم فلوس عشان ان هو حالته مرتاحة وبيسافر خارج مصر. كمان يمكن الاستاذ تامر قبل اللايف حكى لنا ان هو تزوج من زوجته، من يوم ما تزوج من زوجته او من وقت كمان ما كان خطبها كان في مشاكل بينه وبين نسايبه، ولكن هو علشان ان هو بيحب زوجته قدر ان هو يتزوجها وتخطى كل المشاكل اللي حصلت دي. بقاله 11 سنة متزوج من زوجته ومعاه منها 4 اولاد، ولكن ده ما منعش الخلافات اللي كانت بينه وبين نسايبه لدرجة ان هم صفوا له عينه بعد ما كتفوه وانهالوا عليه بالضرب واطلقوا عليه عدة اعيرة نارية، وكمان ضرب بالشوم وتراشق بالحجارة لحد ما عينه زي ما حضراتكم شايفينها ادى الى عجز في العين نهائي، ولدرجة ان هو بقى طلع له كارت الخدمات اللي هو بيطلع لذوي الإعاقة. احنا دلوقتي معنا الأستاذ تامر هيحكي لنا تفاصيل أكتر عن الواقعة المأساوية اللي تعرض ليها على إيد عديله وحمامه. أهلا بحضرتك أستاذ تامر على موقع وجريدة أهل مصر. أهلا حضرتك. من فضلك ممكن تحكي لنا تفاصيل الواقعة اللي حضرتك تعرضت ليها بالظبط؟ حضرتك اتعدوا عليا عديلي وحماية اتعدوا عليا. ونزلنا جنيه حضرتك جنيه الزقازيق وخدوا سنه مع الايقاف. بعد حضرتك رفعت تعويض مدني. جم حضرتك هم برضو اتعدوا عليا مره اخرى. في عين اليمنى صفوها لي خالص. عملت محضر في اسم جنيه الزقازيق. وحضرتك بعد ما عملت محضر جم ضربوا بعتوا عليا بعتوا ناس وجم ضربوا عليا نور حضرتك في البيت. بعد ما حررت المحضر. بعديها جم. ضربوك علشان انت حررت محضر صح؟ حضرتك وبعد كده حضرتك جم بعتوا ناس وجم ضربوا نور حضرتك عند البيت. قسم يوسف في شارع الرشيد. تمام. وانا عاوز حقي، انا بستغيث بمدير امن الشرعيه. تمام. يعني انت عملت محضر وفي قضيه كمان بينكم وكل ده وبرضه لسه بيهددوك؟ يعني حضرتك وريتني رسائل على التليفون فيها تهديد ان هم يصفوا لك عينك الثانيه او ان هم يقتلوك لو ما تنازلتش. مظبوط حضرتك. طيب احنا عايزين برضه يا استاذ تامر نعرف ايه هو سبب الهجوم ده عليك من قبل نسايبك ولدرجه ان هم يهددوك بالقتل ويعملوا فيك العمال دي كلها. يعني ايه السبب الرئيسي لده كله؟ حضرتك هم خبطوني في عيني وجبت لهم سنه مع الايقاف. بعد ما حضرتك خبطوني في عيني انا رفعت تعويض مدني عشان عاوز حقي. لما حضرتك هم يعني جم مسكوا فيا تاني وضربوني حضرتك في عيني اليوم لحد ما عملها لي خالص. عملها